قوم على أصوات مستمعينا ومستمعاتنا مباشرة في برنامجكم لكل أسرة، دائما مع دكتور عماد ميزاب، دكتور الصيدلة المختص بالتداوي بالأعشاب وأيضا رئيس الهيئة المغربية للتداوي بالأعشاب والطب البديل. اليوم مختارين نتكلموا أو نفتحوا الخطوط لكم مستمعينا ومستمعاتنا، تعطيوا الأسئلة ديالكم وطرحوها، يكون المجال أكثر لكم للإجابة ولأخذ مجموعة من الوصفات الطبيعية المأمونة والآمنة دائما عند دكتورنا دكتور عماد ميزاب كريمة من دار البيضاء. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام لا كريمه. ميرسي بوكو على البرنامج. بعدا شفي ان تي بو. مرحبا بك. كنشكر الدكتور وبغيت نسولو الوالده ديالي عندها مشكله ديال لا طونسيون كيطلع ليها وديما كتاخذ ثومه، قالوا ليها الثومه مع الخيار راه مزيان لا طونسيون، ولكن رغم ذلك والو، هي بصراحه ما بغاش تاخذ الدواء. قال سمعت كتعرفوا الناس الكبار كيبقاو يدوي، وقال لك لا طونسيون الا مشيتي حتى تبعتي الدواء ديالو الا قطعتي شي نهار يقدروا يطراو لك دي كومبليكاسيون ولا شي حاجه بحال هكا، دونك ما باغاش تبعو. قالت لك انا محيده الملح ومديره الريجيم، كناخذ ثومه كناخذ الخيار وكناخذ شحال من اي حاجه قالوها ليها تجربها، ولحد الساعه فيما كتعبروا تلقاه طالع. نعم، والحاجه تكون في الاستماع دابا اسيدي. لا في دارها ما كتسمعش. لا بدا بالغلا السلام والله يخطيك بارك الله فيك. قول لها راه ولدك الدكتور عماد كيقول لك واحد المساله خصك تسمعيها مزيان. بعدا شحال كيطلع لها الطونسيون؟ كيطلع ليها 18 هكاك. غادي تقولي لها بحال هكا وغتوصلي دابا، امانه عليك غتوصلي هذه الهضره هذه. واخا قول لها ولدك الدكتور عماد ميزاب كيقول لك ان راه الا ما خديتيش الدواء راه هذا هو المشكل، ياك؟ هذا من جهه. الا بقات على الثومه والخيار، دابا راه كنعرفوا ان الانسان حنا كنا كبار تحت يعني في طاعه الله سبحان الله، كبرنا على طاعه الله بغيت نقول. فملي كيوصل الانسان واحد السن راه حنا غاديين، وداك المعده ديالنا حتى هي راه كتقدام، راه ماشي غير حنايا، راه حنا كنزيدوا في السن. شو دابا حنا غير مع هاد المواد هادي اللي كاينه كيماويه، مع هاد النمط ديال العيش، مع هاد المواد الحافظه الكثيره اللي هي كاين المواد اللي كتضرب الصحه ديالنا، سموم، بزاف ديال الامور ولات كتبدل في الحياه. اذا حنايا باقيين واحد شويه، بدات المعده ديالنا حتى هي كتكبر وحتى هي كتقدام حتى في الخدمه ديالها ولات كتقال. اذا هاد المهمه ديالنا الى خدات هاد الثومه محكوكه وهاد الخيار، فاول حاجه بعدا غادي المعده غتمشي غتصلخ. اذا ولا تصلخات ليها المعده ما بقى ديك الساعه غيقضي فيها حتى شي حاجه، راه حتى من الدواء الا بغات تاخذه وتعتقل الموقف غادي يولي كيضرها، لان هذا الشيء ديال الثومه مازال كنهضر عليه، ان الثومه فيها مواد كبريتيه، فيها دي سوبستانس سلفيريك اللي شنو كيديروا كيحرقوا لينا ديك الجلده ديال المعده ديالنا. إذا نردوا البلد المسألة هذه، وقول لها راه إلا ما خداتش الدواء ديالها واخا تكون متبعة الريجيم، حيت إلا كيطلع ل 18 هادشي راه مع الثومة والخيار كيطلع ل 18، فما بالك أن إلا ما كانش هاد الأمور هذه راه يقدر يدير دي بيك. علاش دابا حنا كناخذوا الدواء؟ حنا كناخذوا الدواء باش كنخليه هذاك التونسيون يبقى شاد واحد الحالة الطبيعية ديالو، حيت هذاك التونسيون مناش كنخافوا، هي راه يقدر يكون كيطلع شويه والانسان ما كيردش البال، ولا مثلا عنده الصفاره في الودنين يقدر ينعس بها، ولكن راه نهار كيدير لينا البيك كيطلع كيضرب لينا 24 ولا كيطلع ذاك البيك 23، اش كيدير؟ كيسحق لينا واحد لابارتي في الدماغ ديالنا، كيضرب لينا الحواس ديالنا، كيضرب لينا واحد البلاصه في الجهاز العصبي ديالنا. راه كنسمعوا بهاد العباره اللي كنقولوا حنا مغاربه، غطرطق ليا شي عرق في الراس، فهذا كاين فعلا ان العرق كيطرطق في الراس، لان داك لو فلو داك الضغط باش كيكون كيطلع الدم، ملي كطلع هاد التونسيون هادي كيمكن يطرطق لينا عرق في الراس ديالنا، وشنو كيوقع؟ كيولي الشلل النصفي ليميبليجي. إذن هذا هو الخطر اللي خايب، أن المهمة ابتداء من غدا تاخذي بيديها بغات فهمتيني ولا كرهات. علاش؟ لأن هنا ما بقيناش دابا، حيت رضا الوالدين عنده قوسين، لأن دابا ولات مصلحتها هي، وإن شاء الله إلا سمعت هذه الهضرة غادي تفهم. قول لها راه إلا ما شربتيش الدواء راه يقدر لا قدر الله يوقع لك شلل، هذا هو الخطر. وردوا البال، هذا بالنسبة لك أنت أختي اللي قلتي لي هذه المسألة. واحد القصه اللي كانت وقعت لي انا في الصيدليه باقي كنعقل، ان واحد السيده عندها مجموعه ديال البنات ديالها، كانت كتاخذ الدواء ديالها متبعه الامور، اشنو قالوا لها؟ قالوا لها راه حقها
واحد المنطقة في المناطق كاين واحد الشريف كتمشي عنده كتجي كتزوري عنده صافي والطونسيون ما كتبقاش. هاد السيدة كنعاود لكم كطلع ليها الطونسيون ما بين 19 إلى 20. فإذا به فات الشهر هي قطعات الدواء ديالها كيجيبوا ليها المرأة دافعينها في كريصة والنص ديالها طايح عليها. علاش؟ بسبب هاد الأمور هادي ديال لاطونسيون. إذا نردوا البال، الطبيب راه ماشي إنسان اللي باغي يأدينا، ولكن ما كيقولوا بزاف ديال الناس الطبيب إنسان اللي صافي باغي غير ياخذ الفلوس وباغي يقتل الناس. لا، حنا كأسرة ديال وزارة الصحة لا صيادلة ولا أطباء شنو دايرين دراسات. هالطبيب هذا داير دراسات، عارف القلب كيفاش داير، عارف الدم شنو خاصو، عارف الشرايين شنو خاصهم، عارف العلاج اللي خاصنا، عارف كيفاش نحافظه. حيت شنو هو الهدف ديال الطبيب ولا ديال الصيدلي؟ هو الحفاظ ديال التوازن ديال الجسم بالامور الطبيه، او الحفاظ على التوازن ديال الجسم ديالنا بامور سليمه. حتى داك الدواء اللي تعطى ديال الطونسيون راه كيتعطى بمقياس ديالو. حتى داك الدواء ديال السكر مثلا نخرجوا من الطونسيون، حتى الدواء ديال السكر ملي كيتعطى راه كيتعطى بمعايير ديالو. حتى الدواء ديال الهرمونات ملي كيتعطى كيتعطى بمعايير ديالو. ونحيدوا الله يجازيكم بخير هذه المعلومه المغلوطه في راسنا اننا الادويه سامه والادويه كتقتل. هذا غلط. الادويه فوقاش كتقتل وكتولي سامه؟ نهار كنوني كنستعملوها بطريقه عشوائيه، ونهار كنفوتوا لي دوز، يعني كنفوتوا دوك المقادير اللي يعني المقادير اللي كيعطينا الطبيب ودوك المقادير السليمه. صافي تفهمنا اختي؟ سمحوا لي هضرت بهذه الطريقه هذه وهضرت بواحد يعني واحد لو طون اللي شويه قاصح. هذه الغيره ديالك والحرقه اللي في قلبك اللي شعلتها هذه الشهاده ديالك. لا حيت علاش؟ حيت هذه السيده انا كنعتبرها ام ديالي وكنعتبر الامهات كاملين. حيت شوف حيت هما ماشي ذنبهم هما، ولكن هذا علاش انا كنهضر بهذه الطريقه؟ لان هكا خصنا نهضروا معاهم باش نوعيهم، حيت هما ما عارفينش. ولكن حنايا كاختصاصيين وحنايا كناس اللي كنعرفوا المعلومه نوصلوها لهم ونحيدوا نقيو يعني من الافكار ديالنا هذه المساله ديال ان الدواء كيقتل. انا كنقولها وكنتحمل المسؤوليه ديال هذه الهضره وكنعرفكم انكم كتثقوا فيا. الدواء المقدار والطبيب صافي. باش نقفلوا هذا الموضوع. شكرا لك اختي كريمه من الدار البيضاء، الرساله وصلت والميساج وصل ان شاء الله الام ديالك. تحياتنا لكم، مرحبا بك معنا على اصوات. غنمشيو لاسفي مع لاله فاطمه. السلام عليكم. السلام عليكم اختي هزار. مرحبا بك لاله على اصوات. الله يبارك فيك كدير الدكتور ديالنا. بخير اختي الله يبارك فيك. عندي واحد السؤال، انا عندي مشكل في الاقدام ديالي كيحرقوني كيعطوني الحرق وما كنقدرش بعد الفتره تنتمشى عليهم. اقدام من الوسط ولا من القدم؟ لا من القدم. من القدم. واخا شفتي شي طبيب ديال العظام؟ لا. واش كتشوفي طبيب العظام؟ وقولي لي هذا الحريق ديال القدم واش كل نهار عندك؟ ايه كل نهار ما كنقدرش نتمشى عليهم، يعني غير كنصور وصافي. كنقولوا حنايا بالدارج يعني بحال كتمشي على عينك. ايه يعني ملي كتبركي كتعطيك الصداع. وخصك تشوفي بعدا اختي واش هذاك الحريق ديال القدم، حيت كاين بعض الحالات كيتسموا لي زيبين، كاين بعض الحالات كاين واحد العظيمات كيكونوا عندنا في القدم ديالنا اللي التركيبه ديالهم او التشكيله دي او ديك لا مورفولوجي يعني داك التركيبه دي كيفاش نقولوا حنايا داك الهيئه ديالهم كيفاش هما كيكونوا بحال واحد الشوكات ياك. ودوك الشوكات منين كيصطم عليهم الانسان كيقيسوا لنا بعض العصب او بعض يعني العصيبات اللي كيكونوا عندنا في جهه الاقدام ديالنا اللي كيعطيو هذا الحريق هذا. فالنصيحه اللي كنصحك انك تشوفي يعني النورتوبيديست يعني اختصاصي في العظام، وان شاء الله غادي يشوف معك هذه الحاله هذه. شكرا لك فاطمه، تحياتنا لك اختي، مرحبا بك معنا على اصوات. غنمشيو للداخله نتواصلوا مع ناديه. السلام عليكم. السلام اختي هزار. اهلا بك لاله على اصوات. عليك مبارك الله يبارك فيك. باغي نهضر اختي مع الدكتور عماد. مرحبا مرحبا اختي. كيداير اخويا لاباس عليك؟ بخير الله يبارك فيك. الحمد لله بارك الله فيك. مرحبا خويا. بغيت نسولك، عندي واحد جوج بنيتات تويميات عندهم 16 عام. الله يخليهم. الله يخليك صحتك اخويا. بغيت اخويا عندهم حب الشباب بزاف وتيخلي لهم لاطاس وتندير لهم الوصفات اللي انا تندير لهم نخرقهم من بلدي مع العسل اللي تتقول وتندير لهم زيوت زيت ارغان وهذا تنشريه من فرماسيان شبه صيدليه. وخويا ما بغاش ليا لاطراس يتحيد ليا ليهم، راك عارف هنايا الشمس قاصحه شويه. واخا شحال ديال المده وانت كتستعملي لهم الوصفه؟
دابا تقريبا المهم تقريبا شي عام دابا تندير لهم مواصفات طبيعيه ديال اللي تقول مره كل مره شتا ندير لهم زعما تنتبع لهم. واخا بلاتي هذاك الحبوب مشيتي عند الطبيب شفتي درتي بعض التحاليل؟ لا ما شفتش. علاش انا دابا كتقولوا كل فهمتيني باش يفهموا لي باش ما يقولكش راه الدكتور عماد ديما كيوجهنا حيت كاينين امور اللي خصنا نعالجوا لا سورس نعالجوا المصدر الاصل او المنبع هو اللي خصنا نعالجوه حيت كاين بعض الحالات دابا شنو هو دابا داك التحولات في سن المراهقه كاين بعض الفتيات وخاصه البنيتات كيوقع لهم هذا الامر هذا كيكون عندهم واحد الخلل بسيط في الهرمونات ديالهم كيكون واحد الهرمونات ما كيكونوش متوازنين هذاك الخلل البسيط شي راه غير شويه ديال الخلل كيكون في هاد الهرمونات او في هاد الغده اللي كيفرزوا لنا هاد الهرمونات كيعطينا خلل كيعطيهم خلل في الدات كامله حيت مازال غادي نرجعوا الامر اللي كنقول دائما ان 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 البنيتات او النساء هو عباره على واحد الباقه ديال الهرمونات اللي متماسكه مع بعضياتها اذا غير الا كان واحد الخلل بسيط في الهرمونات اشنو كيولي عندنا كنمشيو للغده اللي كتفرز لنا الدهون هذيك الغده كتولي كتفرز الدهون بطريقه سريعه وكتفرزهم بواحد الكميه اللي ما كافياش او واحد الكميه كثيره وهذا الشيء اللي كيبقى دائما كيعطي الحبوب وكيعطي الاطراس تفهمنا وصفه للمساعده وصفه للمساعده ها انت دابا داك الخرقوم بلدي اللي هضرنا عليه غتاخذي معلقه صغيره ديالو غديريها مع اربعه المعالق الكبار ديال الصابون البلدي معلقه صغيره ديال زيت الكاليبتوس غتخلطي هذا الشيء كامل عندك في الدار ومني غتمشي للحمام غدهني البنيتات هاد 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 الماده هادي من بعد ما يعني ديري شويه ديال الماء ودهني هاد الوصفه هادي تخليها لهم ثلث ساعه في الحمام نعم ومن بعد تغسل صافي تغسل وغادي تستعملوا يعني تحكوا بالطريقه المغربيه ديالنا المعتاده يعني من الحمام للحمام يعني من الاسبوع للاسبوع ان شاء الله وبقي مداوم عليها ان شاء الله خويا الله يجزيك بخير شكرا مرحبا بك ناديه مرحبا بك ناديه